مرحبا لكل مشاهدي ام تي في، اهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا عم تتابعونا. التربيه والثقافه الجنسيه لدى المراهق، واقع وارقام، هو كتابنا اليوم بفقره كتاب. بعالم كثرت فيه الامراض الجنسيه، تجاره الجنس، المخدرات وغيرها من الممارسات الشاذه يلي بيترتب عنا نتائج كارثيه على حياه المراهق، اصبحت التربيه الجنسيه ضروره حياتيه، هي منا مجرد دعوه للاثاره كما يعتقد البعض. أهمية هالكتاب أنه يظهر بالأرقام والوقائع هالضرورة من خلال عرضه للمعلومات والتصورات والمواقف والممارسات الجنسية لمراهقينا. هو دعوة ملحة إلى الأهل، الأعلام، رجال الدين لتحمل مسؤوليتهم. المؤلفة دكتور هيام سحق طعمي هي حائزة على شهادة الدكتوراه بالعلوم التربوية من جامعة القديس يوسف، هي أستاذة محاضرة بكلية التربية ومدربة بمشروع التدريب المستمر التابع للمركز التربوي للبحوث والإنماء، وأستاذة أيضا في ملك التعليم الثانوي الرسمي. شاركت بعدة مؤتمرات دولية عن موضوع السيدة والتربية الجنسية، كما أقامت عدة دورات تدريبية بهالمجال. أهلا وسهلا فيك. مرسي، أهلا فيك. عم نحكي اليوم كتابنا عن التربية والثقافة الجنسية لدى المراهق. أول شيء، ليش هالكتاب؟ هالكتاب كان حتى نقدر نعرف شو وقعنا نحن كشباب لبناني، شو الثقافة الجنسية الموجودة عند الشباب اللبناني. لأنه أنا من خلال حيثيتي وكأستاذة بالتعليم الثانوي والابتدائي والجامعي، كنت بمحل عم بسمع كتير أخبار وعم شوف كتير تلاميذ عندهم مشاكل بموضوع الجنس. وبالإضافة إلى أنه صار في 96 إلغاء لقسم من المنهج العلوم الطبيعية لمجرد أنه بيحكي عن مادة التكاثر. نعم. كل هيدا دفعني حتى اسال، طب نحن شو بنعرف عن شبابنا؟ في كثير توك شو عن العلاقات الجنسيه، كثير توك شو عن غشاء البكاره، كثير توك شو، بس نحن حقيقه شو بنعرف عن شبابنا؟ بنعرف شيء عن ثقافته الجنسيه؟ هيدا دفعنا حتى نعرف. طيب، في كثير كتب بتحكي عن هالموضوع، لكن شو الجديد يلي اجى بهيدا الكتاب؟ واحد. وخلينا نذكر كمان انه هالكتاب هو كان دراسه الدكتوراه. نعم، هو اذا بدك نتيجه مش بس دراسه الدكتوراه، الماجستير والدكتوراه، لان اثنيناتهم انا اشتغلت فيهم على موضوع التربيه الجنسيه. اول شيء جديد انه عم بحكي انا عن التربيه الجنسيه المدرسيه. نعم. يلي بعدها مفقوده عندنا بمدرستنا. ثاني شيء، مش مزبوط معلش انه نحكى عن هالموضوع او انعملت دراسات. دراسات كانت اكثريتها باطار موضوع السيده وباطار برنامج الوطن لمكافحه السيده، بس التربيه الجنسيه بعناصرها الثلاثه، المعلومات، التصورات والسلوكيات تبع تلاميذنا، لا، ما كانت هيدي اذا بدك اول دراسه نوعيه عن الموضوع. نعم. مين الاشخاص يلي معنيين بهالكتاب؟ هل هن الاشخاص نفسهم، المراهقين، هل هن الاهل، هل هن المربيين المدرسه، مين؟ الكل. يعني التلاميذ اكيد اول شيء، الاساتذه، المدارس، وزارة التربية، الأهل، الدين، لأن نحن ما بدنا ننكر إنه الدين له تأثير كبير على مواضيع الجنسية عندنا بلبنان. السياسة التربوية، فيك تروحي من الأول الهرم لآخره، كل العالم معنيين بهالموضوع. طيب، إذا عم نحكي عن التربية والثقافة الجنسية لدى المراهق، من وين بدنا نبلش؟ خلينا نبلش بالأرقام إذا فينا نقول. شو الوضع؟ أنت ال 99 أشارت المنظمة العالمية الرائدة يلي تعمل للوقاية من ال HIV والسيدا، إنه ثلث الحاملين لهالمرض هن بين ال 15 و 24 سنة، خبرينا أكثر. للأسف. لانه بهالعمر انا من وراء الدراسه اللي عملت تبينت انه تلاميذنا ما عندهم افكار واضحه عن شو يعني امراض جنسيه، ما بيعرفوا انواع الامراض الجنسيه، يمكن اكثر شيء سمعوا بالسيده نتيجه جهود انعملت بلبنان من قبل منظمه الصحه العالميه ومن قبل برنامج الوطن لمكافحه السيده، بس غير اذا بدنا نحكي امراض جنسيه غير السيده، نحن عندنا تقريبا ب 16 مرض ما بيعرفوا الا السيده، لا بيعرفوا كيفيه انتقالهم، لا بيعرفوا كيفيه الحمايه منهم. افضل شيء نحن نقدر نعمله حتى نحمي شبابنا
هو التربية على موضوع الجنس، التربية الجنسية. طيب من وين بدنا نبلش حتى إذا بدنا نبلش بالكلام عن التربية الجنسية لدى المراهق؟ شو الأسس؟ الأسس إنه ينشغل على برامج تربية جنسية ذات نوعية، لأن أنا بدي أشير هون لأنه منظمة الصحة العالمية أشارت إنه برامج تربية جنسية ذات النوعية، النوعية يعني مشغول عليها بطريقة مضبوطة ومدروسة ومقيمة قبل ما تتطبق. نعم. هي البرامج يلي ممكن تأخر بعمر العلاقة الجنسية، بالعكس ما بيعتقد كثير عنا هون بمجتمعاتنا إنه هي ليش بدنا نحكي عن هالموضوع؟ إذا حكيناهم عن هالموضوع رح نحن كأنه عم نعمل لهم دفشة حتى يفوتوا فيه، أو لا مش مزبوط. لما أنا بكون عندي برامج ذات نوعية بكون أنا عم بأخر عمر العلاقة. طيب. عم نحكي بدنا نبلش التربية الجنسية بالبيت أم بالمدرسة أم اثنين سوا وكيف؟ بدي أقول لك شغلة، يمكن أول خطوة لازم تكون بالمدرسة، لأن الأهل عندنا بلبنان في كذا سبب عم بيمنعهم إنه يتواصلوا على المواضيع مع يا أما تربيتهم بالأصل ما كانت تربية بتهيئهم تحكم هالمواضيع، يا أما بيقولوا لك نحن ما بنعرف ما عندنا المعلومات الكافية حتى، يا أما بيكون في أصلاً بالعلاقة بين الأهل والمراهق نوع من النزاع في الكريز دول أدوليسانس، يعني التلميذ أو الشاب بهالعمر بجرب يبعد عن أهله، دونك هاو ثلاث أسباب ما بتخليهم يقدروا يحكوا مع أولادهم. نعم. فينا نحن نبلش بالمدرسة، بس أكيد ما فينا نشتغل بالمدرسة بتضارب مع الأهل، يعني بده يكون ماشي اون باراليل المدرسة والأهل، الأهل بدهم يندعوا على المدرسة تيشوفوا شو عم بينشغل حتى ما يوصل رسائل غلط أو مغلوطة كونتراديكتوار بيقولوا للتلميذ وبيضيع النورم عنده ببطل. نعم. عنده. طب من أي عمر عم نحكي هون؟ التربية الجنسية إذا بدنا نحكي عن البرامج اللي انعملت واللي مثلا كيبيك، إذا بدنا نحكي بكندا هي من أفضل البرامج اللي انعملت، ببلشوا من الماترنال، لأن أنت كيف بدك تحمي الولد من التحرش الجنسي، خاصة نحن عم نشوف قديش في أرقام عم تجينا عن تحرش جنسي بأطفال. هالولد هالطفل بدك تعلميه كيف يقدر يقول لا، وكيف تعرف إنه هذا الشيء غلط أو لا، منه شيء طبيعي أو عادي. أكيد، لأن ثلاث أرباع الوقت يا أما بخاف يحكي، يا أما بفكر حاله إنه هو الغلطان، هو المنه، هو الانسان السال، ما له يعني ما له عين يجي يحكي مع اهله ولا بيسترجي يجي يحكي حتى ولا بينتبه ولا بيعرف انه هيدا التصرف الشخص الاخر اللي عم بتصرفه معه هو تصرف خاطئ او صح، يمكن بالنسبه له ما سامع فيه بعد او هيدا شيء جديد عليه ما بيستاهل انه يحكي فيه او ما يحكي فيه، يعني لازم يكون في وعي بمطرح انه على القليل يعرف انه اذا حدا قرب عليك، حدا ممنوع تفوت على التواليت، حدا يفوت معك، كل هول القصص يلي بتبلش بالفعل من البيت الواحد لازم يبلش فيهم كمان يروح على المدرسة. ليش برأيك نحن بحاجة إلى تربية جنسية بلبنان وليش مش موجودة بمناهجنا؟ التربية الجنسية حاجة وين ما كان، مش بس بلبنان. أنا الكتاب بلشت بجملة كتير مهمة لبروفيسور أوليفيير روبول، إنه الجنس موجود، أنا مثل ما عم بربي أولادي على كل شيء بدي ربيه على الجنس، يعني بدي أعطيه نوع من التهذيب للموضوع. ليش بلبنان أكيد له خصوصيته، العالم العربي كله له خصوصيته، يعني نحن بعدنا بالمواقف الريبرسيف يعني فيها قمع، يعني بعدنا ما بنقدر نحكي بالموضوع بكل رياحة ببيتنا وبمجتمعنا. اللي عم بيصير إنه عم نحكي كيف ما كان وين ما كان إلا بالطريقة المناسبة والمضبوطة. نعم. بقى ليش بعد ما بلشت بلبنان كان المركز التربوي في إطار إنه عم بعد برنامج من سنة 2004 بلش فيه، وما بعرف باش تحليت هلأ بعد ما نزل بالمدارس. طيب الحكومة أنا هل عم تاخد بعين الاعتبار حق الشباب في التربية الجنسية كأنها مخصصة لها حيز ضمن سياسة التربوية، وهل عم بتحفزيها أنت بكتابك كرمال هالشيء؟ أكيد أكيد أنا بحفز التربية الجنسية المدرسية. تقلك ليش دكتورة أسعد؟ لأنه أنت أكثر قسم من الشباب أو الأطفال فيك تطليهم، يعني العدد الكبير من قبل المدرسة. بعدين بالمدرسة لما بيكون في منهج بتروح أنت افقي، اذا بدك افقي وعمودي، يعني عم تاخذيهم انت بكل الاعمار وعم بتطليهم بطريقه متتابعه من الطفوله لهن وكبار. يعني انت فيك تاخذي بالنتيجه، بس اذا بدنا نضل نحن نتكل على جهود
خارج المدرسة ما رح يكون فيها إفادة مثل ما تكون داخلي بقلب المدرسة. نعم. شو أكثر شيء الأسئلة يلي بيطرحوها المراهقين وشو الأجوبة يلي لازم ياخدوها؟ أكثر شيء بتهمهم العلاقة بين الشاب والبنت، العاطفة. يعني بيقولوا لك انه كل المعلومات اذا بدنا ناخذها فينا ناخذها نحن، مع انه نحن في كثير انه حذر من نحن من وين بدنا ناخذ معلوماتنا. طبعا بهمهم كثير الامور العاطفيه، طبيعه العلاقه بين الشاب والبنت كيف لازم يكون. وبدي اشير هون لشيء اسمه اللايف سكيلز او المهارات الحياتيه. نعم. اللي لازم يتمتع فيها كل مراهق، اللي كان القدره على التفاوض، القدره انه يقول لا، القدره انه يتواصل مع الشريك، القدره انه يكون كمان عنده قيمه لجسده وللعمليه الجنسيه، ما تكون بالنسبه له شغله رخيصه، لا. نعم. شغله ذو قيمه وبتاثر علينا بكذا مجال، بالمجال النفسي، بالمجال الاجتماعي، بالمجال الطبي، بالمجال الاقتصادي. يعني اكثر شيء احنا اذا بدنا نحكي مع مراهق بيسالك اكثر شيء عن الامور العاطفيه. نعم. طيب بس نحن بمجتمعنا الشرقي والتقليدي اللي نحن عايشين فيه، بتعرفي انت انه من نحن وصغار بنربي الذكر على ذكوريه والانثى على انطوائيه. نعم. هون كيف بدنا نربيهم اثنيناتهم بفرد بيت يطلعوا اصحاء جنسيا؟ لما انا بكون عم بتولى الحديث ايجاليتي بين الشاب والبنت، عم فهم الامور بطريقه علميه وبتساوي بين الشاب والبنت، ما رح تفشل على ديسكريميناسيون سيكسيوال، يعني على التمييز الجنسي، انه انت بحق لك هيك او انت ما بحق لك هيك. وبعدين بدي اقول لك شغله دكتور اسعد، انه التربيه الجنسيه لما بدها تنعطى بالمدرسه ضروري تكون عم تاخد بعين الاعتبار اذا بدك ميزات المجتمع اللي موجود فيه. يعني ما فيك تيجي تكبي تربيه جنسيه بمدرسه وتضرب المجتمع، يعني المجتمع بده يتهيأ. يعني ما حيصير في تناقض بين الاشياء اللي نحن بنقولها لاولادنا بخصوص التربيه الجنسيه وبين الواقع المفروض، يعني باخر شيء حيحبوا حيظهروا بس بيصطدموا بواقع معين، خصوصا النساء الفتيات. ايه بس نحن ما رح نقول لهم ما تظهروا. يعني انت اهم شيء بالتربيه الجنسيه ان انت ما تفرضي افكارك. نعم. انت موجوده حتى توعي له هالولد، تقولي له انه اذا انت عملت هيك ممكن يصير هيك، واذا انت عملت هيك ممكن يصير هيك. انا كمربي جنسيه ما لي حق، يعني اخطر شيء انه اعمل مثل نوع من البروجكسيون لانا خبراتي الشخصيه ولا ارائي على التلميذ، لان التلميذ عنده حيثيته، عنده الكونتكست تبعه بده يعيش فيه. انا علي اعطيه المعلومات الصحيحه اذا بدك المواقف السليمه اللي بتخوله انه يتعرف بمسؤوليه بحياته الجنسيه. نعم. نحن ليه عم نفترض وكانه هالموضوع بالنسبه للذكر ما فيه مشكله، بالنسبه للمراه هو فيه مشكله؟ شو الخطوره بالنسبه للذكور اذا ما بالفعل تربوا تربيه جنسيه صحيحه؟ ذات الخطوره، الامراض الجنسيه هي ذاتها بالنتيجه، اذا ما صار هو عنده حمل، الشريك اللي هو معه صار عنده حمل. نعم. دونك هو صار عنده مسؤوليه بحياته. نحن عم نعلمه انه يوعى لنتائج التصرفات الجنسيه. نعم. وبالنتيجه هو رح يعمل هالعلاقه الجنسيه مع البنت، والبنت رح تعمل علاقه جنسيه مع الشاب. يعني هو ما في ما يكون بقلب العمليه الجنسيه. نعم. حسب الاحصاءات يلي بين بدراستك، من اي اعمار عم ببلش العلاقات بين في ارقام خطره؟ يعني في عالم بتقول لك انافون يعني على 9 سنين، يعني اكيد هيدي منها علاقه جنسيه، هيدي صارت عمليه تحرش واغتصاب. نعم. يعني بيقول لك انه انا عملت علاقه جنسيه كامله بعمر 9 سنين. دونك الأكترية إذا بدك بين 14 وال 17 سنة، بس في أرقام إجت عن أعمار صغيرة بتدلنا عن وبتأكدنا أنه في عمليات تحرش جنسي واغتصاب جنسي لأطفال بمجتمعاتنا ما لازم نحن نغيب عنها. عم تحكي دراستي كانت على المجتمع اللبناني أو طالت مجتمعات أخرى؟ لا، على المجتمع اللبناني. أخذت عينة مسح إذا بدك للوطن كله، يعني إذا عم نحكي نحن المحافظات
كلها، المدارس الرسمية والخاصة، بالخاصة قعدنا أخذنا بعين الاعتبار المدارس العلمانية والمدارس الدينية بالدينية الإسلامية والمسيحية. فإذا العمل العيني بطريقة كتير مدروسة، حتى أخذنا الجبل والساحل، أخذنا بعين الاعتبار أنه ممكن مجتمع الجبل يكون غير مجتمع الساحلي، دونك حتى ما يكون عندنا نحن نوع من اللاكون بالدراسة اللي عملناها. طيب هيك إذا بدنا نختم بنصيحة، أو ليش التربية الجنسية هي حاجة وضرورة وهي ثقافة؟ هل هي ثقافة أول شيء؟ الثقافة هي نتيجة التربية. يعني التربية لما بيكون في شغلة انتونسيونيل، يعني أنا عندي النية إنه أعملها. الثقافة هي شو بيتلقى هالولد من هالتربية، مع شو عم بياخده من محيطه. من هون أهمية التربية إنه تكسر، يعني ما ننسى إنه أولادنا أكثر شيء عم ياخذوا معلوماتهم. الدراسة أشارت إنه بقولن أولادنا، أنا بعتبرهم أولادنا، عم بياخذوا أكثر شيء معلوماتهم من رفقاتهم. نعم. بس رفقاتهم ما عندهم المعلومات الصحيحة. مزبوط. وأشارت كمان إنه هن مع إنه عم ياخذوها من رفقاتهم عم بيطلبوا منا، عم سألنهم شو مين بتفضل يعطيك؟ قالوا المدرسة والأهل. يعني المراهقين وشبابنا واعيين على المصدر الصحيح. نعم. للتربية الجنسية، وعم ينشدونا إنه نخدها. شو النصيحة يلي بتعطيها للأهل؟ الوقاية خير من العلاج. يعني الأهل يجربوا قد ما فيهم يحكوا مع أولادهم بهالموضوع، ويعملوا عامل ثقة من هن وصغار. يعني أنا ما في إجي بالمراهقة أقول له تعا حبيبي حكينا، ما رح يحكيني، سوري. بدي بلش من هو والطفل معه اتناقش أنا، وعاودوا عن نقاش معي، وعاودوا يكون صريح معي، وما نكذب عليهم بالمواضيع الجنسية. يعني نعطيهم دوز قد ما بيفهم الولد قد عمرهم. نعم. يعني لأنه في أسئلة كتيرة بيطرحوها الأولاد بأعمار صغيرة، بكون أجوبتنا شوي غريبة نحن عليها. يفضل لكينا أن نجاوبهم على قد عمرهم. دكتور أنا شكرا. نعم. بدي أشكرك على حضورك. مرسي. وبدي أذكر كل المشاهدين أنه دكتور هيام مسحاق طعمي كانت ضيفتنا اليوم بفقرة كتاب، وكتابة بيحمل التربية والثقافة الجنسية لدى المراهق. شكرا مرة جديدة على كل هالمعلومات اللي أسعد لنا. هلا وسهلا. مشاهدينا دائما تذكروا أنه مفتاح القلب كلمة، والجمال ببلش من هون. أنا بودعكم وبلاقيكم بأيام تانية بفقرة كتاب. باي باي.